طبعا دي بطاطس يا جماعة، يعني زرعناها في جردل زي كده، هنخلعها مع بعض ونشوف يعني العملية نجحت ولا ما نجحتش. يعني نشوف فيها بطاطس ولا لا. كارة ده يا جماعة تحميل. هي كان لسه بدري، يعني كان المفروض ان هي تقعد شويه تعمل يعني. دي بطاطس الكاره يا جماعه، طبعا دول اتنين يعني، بس كانت عايزه طبعا كلفه وعايزه تقعد يعني 28 يوم. دول ما كملوش حاجه واحنا استعدنا عليهم، لان طبعا القرش بتاعهم ايه باص شويه، طبعا كان عايز كلفه ورش والكلام ده كله، ولكن يعني مفيش يعني الحاجات احنا حطيناهم كده صدفه يعني. دي طبعا دي التجاوية بتاعتها، طبعا فيها تاني، هي كانت عايزة تقعد شوية تاني بس.